يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد قبر داخل سور المسجد، يقول يوجد قبر داخل سور المسجد، فهل يجوز الصلاة فيه؟ لا ما يجوز الصلاة في مسجد يحوش قبرا، المسجد الذي يحوش قبرا من القبور لا تجوز الصلاة فيه، لأنها صلاة عند القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. نعم.